تعاون معه أن يفعلوا شيئاً ضد عبد مؤمن من عباد الله، إن كيد الشيطان كان ضعيفاً، ما هو إلا محض اختبار، فمن كان على عهده مع الله فلا يخاف من الشيطان وحزبه ومن أي مخلوق، أنت معك الله، اللهم بك الأصول، هكذا كان يقول جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. فتلك الياء الساكنة بكلمة الشيطان يقول الله سبحانه وتعالى من خلال ألوانها إنه ساكن ساكن لا يستطيع أن يحرك شيئا، قد أراد أن يحرك كل شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعطي الشيطان سبيلا على المؤمنين، لا يعطي الشيطان سبيلا على عباد الله، فكن عبدا لله سبحانه وتعالى، لابد أن نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى بحق حتى لا نهلك، فما نحن فيه من اختبار هو سهل للمؤمن، سهل لمن عاهد الله، سهل لمن أحب الله، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، هذا الغرور، هذا الشيطان ذليل ساكن، أي أنه لا يستطيع فعل أي شيء، فعل أي شيء، لا يستطيع فعل أي شيء، هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى من خلال ألوان سكون ياء كلمة الشيطان. فهو ذليل بياء كلمة الشيطان وأنوارها، وساكن لا يستطيع فعل أي شيء، ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولذلك فكن بطاء كلمة الشيطان عاليا بالله سبحانه وتعالى، مستقيما على أمر الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى من خلال أنوار طاء كلمة الشيطان طاء كقوله سبحانه وتعالى والسماء والطارق والطارق، أي أنك تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، فتلك الاستعاذة تكون كالصاعقة على الشيطان، هكذا الشيطان طاء، أي أنك أيها المؤمن قوي بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى جعلك فوق كل من يريد بك شرا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر قال لنبيه الله قال لنبيه موسى إنك أنت الأعلى، فأيها المؤمن أنت الأعلى، أنت الإيه؟ لا، بحسن الاستعادة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، هكذا هي أنوار طاء في كلمة الشيطان، أنت الأعلى بالله الأعلى العلي الكبير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومفتوح عليك ولك بأنه يعيذك، فقد جعل الله سبحانه وتعالى العزة لمن آمن به وعبده حقا، ولم يجعل الشيطان السبيل، ولم يجعل الشيطان سبيلا على أحد من خلقه، إلا أن يكون هذا المخلوق هو الذي استبدل العهد ونزع يده من العهد الذي بينه وبين الله، فعندها يأتي الشيطان، لا تبيعوا أنفسكم إلى الشيطان أبدا، فقد عسل الله بعبوديته وبرحمته، وأرسل لنا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم جد بالرحمة، فكونوا دائما على عهدكم مع الله، وإذا نزعكم من الشيطان نزغ قولوا بيقين أعوذ بالله من الشيطان، وهكذا هي الطاء، طاء كلمة الشيطان، طاء العزة للمؤمن المستعيذ بالله سبحانه.
إلا يغفل ولا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم فتكون بنور كلمة الشيطان محفوظا. سر من أسرار الله سبحانه وتعالى تكون كتابا يكتب الله سبحانه وتعالى فيه كلمة الأحدية لله سبحانه وتعالى، كلمة الحب لله، كلمة حب الله سبحانه وتعالى وإعزازه لمخلوقه الذي يحبه، فيكون بينك وبين الله بدون كلمة الشيطان سر لا يستطيع أحد من الخلق أن يفسد العلاقة التي بينك وبين الله إذا ما التزمت أمر الله وتخطيت تلك العقبة، فلا اقتحم العقبة وهي أن الشيطان لا يستطيع أن يوصل إليك وإلى قلبك أو عقلك أو فعلك أبدا، فتكون أنت نفسك سر من أسرار الله سبحانه وتعالى في الكون. إذا مررت بتلك التجربة، مررت بهذا الاختبار، وتم نجاحك في هذا الاختبار، فاستمسكوا بعهد الله ووعده، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، لا يغرنكم الملك، لا يغرنكم المال، لا يغرنكم الملك، لا يغرنكم المال، لا يغرنكم المتاع الزائد، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله سبحانه وتعالى يقول الآخرة خير وأبقى، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، فاستمسكوا بوعد الله ومواعيده وكونوا مع الله دائما وأبدا. فإذا ما تخطينا هذا الاختبار، اختبار الملك والجاه، وترك أمر الله والعهد مع الله من أجل الملك أو الجاه أو الكرسي أو المنصب أو الدنيا بكل ما فيها، من ترك الدنيا وزهد فيها لله فقد صار سرا من أسرار الله، يعرفك الله سبحانه وتعالى بعض من أعضاءه ويفيض عليك بحلول الله. فبكثرة نون كلمة الشيطان أنت عبد حقيقي بعد الاختبار، فالدنيا لم تنفذ إلى قلبك، فأبشر، أبشر بنور من الله سبحانه وتعالى ومدد لا ينتهي أبدا، تكون صاحب أسرار، تكون صاحب أسرار من الله سبحانه وتعالى وكرامات وتأييدات إلهية بإذن الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم بأنوار كلام الله سبحانه وتعالى، بأنوار قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى عبادك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط النهارده هنتكلم عن دورة أو الكورس التدريبي للمدربين، كيف تكون مدربين أو كيف تكون رياضيين أو كيف تكون من الأبرياء. في حاجة اسمها قانون الجذب. قانون إيه؟ الجذب. طيب إذا حالة أنت توصل لها أول، الكون مبني على إيه؟ الحاجة اللي تحبها وتجري وراها تجري منها. والحاجة اللي تديها ضهرك هكذا الإنسان الناجح، يعني شغال في مجال معين، شغال في مصنع مثلا. طيب هدف ايه؟ هدف الفلوس عمرها ما هتجيب ليه؟ هو كده القانون كده كبر زي المغناطيس كده.
انا مثلا او ايا يكن بتكلم مع حد، والحد ده لاحظ ان يعني ايه مستهدف مصلحه، اول حاجه هيحصل عنده ايه؟ جذب ولا نفر؟ يحصل عنده نفر. طيب اذا لاني بكلمه فعلا وخايف عليه بكلمه بخلاصه، هيحصل عنده ايه؟ جذب. هو ده قانون جذب المعاملات. يعني اذا بتكلم مع حد وفعلا هدفي شيء رقم، فبيحصل عند الحد ده ايا يكن جذب، سواء كان كبير صغير، هكذا الطبيعه، هكذا المال، هكذا الفلوس. طيب الفلوس لما تلاقي كل انت هدفك ان انت عايز الفلوس فقط، الفلوس تعمل ايه؟ تطلب منك، لانك حبك في الفلوس هيعمل ايه؟ يوقف الفلوس، الفلوس لم تجعل لانها تقطع فلوس للتجاره. طيب يعني انا لو شغال في مصنع يبقى اهتم بايه؟ في واحد اول ما يشتغل من اول يوم يبقى معاه في كام؟ طيب عايز على قد ما يقدر ياخد فلوس. طيب وعلى قد ما يقدر ما يشتغلش. ولو قدر مش عايز يروح الشغل اصلا، هو عايز فلوس. خلاص؟ ده عمره ما هيوصل لشيء، ده عمره ما ينجح. طيب واحد تاني بيروح يعمل ايه؟ يسال هو انا هشتغل كذا